بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول: انت بتسمع لولادك كويس؟ هل انت عندك القدرة ان انت تسمع مشاكلهم وتطلع منهم مشاكلهم؟ لان احيانا هم بيبقوا ساكتين مش عايزين يتكلموا. هل انت ممكن يكون عندك كأب او كأم الاحساس بولادنا؟ الولاد عندهم مشكلة، انا وشه بيقول ان هو عنده مشكلة. الأصعب والأصعب بقى إن هو يجيلك يحكي لك مشكلة وأنت مش عايز تسمعه، مش فاضيله، مش مركز معاه، بتعمل أي حاجة تانية، زهقان، والولد عنده مشكلة وقدرته على حل المشاكل غير قدرتك أنت على حل المشاكل. القصة اللي بنحكيها النهاردة قصة بيحكيها لي دكتور أمراض نفسية. بيحكي صعب جدا انك تحكي ان اب وام واخدين ابنهم اللي سنه 7 أو 8 سنين لدكتور امراض نفسيه، صعب جدا. بس الاب والام بيشتكوا ان الولد عدواني جدا، فرايحين لدكتور الامراض النفسيه عشان يعالج ابنهم، ابنهم مريض في وجهه نظرهم. الدكتور بيحكي لي بيقول لي: سالتهم هو الولد عمل ايه؟ قالوا لي عمل اجرامي. الولد في حمام السباحة حاول يغرق 2 من صحابه اللي قده، كان بيغطسهم بإيديه لأنه بيعرف يعوم أحسن منهم، فكان بيغطسهم بإيديه. طبعا أنت لما تسمع كده ينهر أبيض، الولد ده يعني هيروح أحداث، يعني ولد عنده كارثة. فبدأ الدكتور يسمع للولد، الولد مش عايز يتكلم، مش بص الناحية التانية، غير مهتم، شكله عنيد جدا، شكله عصبي جدا. ففعلا هو محتاج دكتور، لان الولد مش طبيعي، الولد محتاج فعلا يروح للدكتور. فكانت النتيجة ان بدأ الطبيب يدور ويحاول يفهم لغاية ما الولد بدأ يتكلم في الاخر. لما بدأ الولد يتكلم في الاخر طلع الموضوع ايه؟ طلع الموضوع ان الولدين دول اللي هو حاول يغرقهم في البسين، الولدين دول حاولوا يضربوه 2 أو 3 قبل كده، بل ضربوه 2 أو 3 قبل كده، وهو بيعوم أحسن منهم. فلما نزلوا المية بقى هو بيغرقهم. طب عمل كده ليه؟ لأن لما ضربوه 1 أو 2، أول مرة وتاني مرة حاول يشتكي لأبوه، أبوه ما بيسمعوش. لما أبوه كل يوم بيرجع بيكون هو جه ميعاد النوم، يقول لأمه أنا مش عايز أنام مستني بابا، مكسوف يقول لأمه أنه هو اتضرب، تقومه تضربه وتخليه نام، أنا عايز أحكي لبابا حاجة، تقومه تضربه وتخليه نام 1 و2 و3. الولد فقد الأمل إن هم يسمعوه، فقد الأمل إن حد يقول له مالك، حتى الأم ما قالتلوش مالك. فقرر إن هو ياخد حقه بإيده، فاستنى الحمام السباحة وكان هتبقى كارثة. الدكتور بص للأب والأم قال لهم: مش ابنكم اللي محتاج يتعالج، أنتوا اللي محتاجين تتعالجوا، مش ابنكم اللي غلطان، الأصل في الغلطة أنتوا. يا جماعة ولادنا محتاجين حد يسمعهم، ابنك وبنتك محتاجين حد يكون أب وأم الإحساس عنده عالي. الولد عنده مشكلة، الولد عنده حاجة، أنا محتاج أسمع ابني، أنا محتاج أسمع البنت، حتى لو ما قالوش وجم يشتكوا أنا لازم أحس بيهم. خلي عندك إحساس عالي، خلي أجهزة الاستقبال بتاعتك عالية. إذا ما كانتش للناس كلها يبقى لمين غير لولادك؟ احنا محتاجين نتعلم فن الاستماع لأولادنا علشان نلحقهم قبل ما يقعوا في مشاكل كبيرة، ساعتها فعلا ننقذ ولادنا ويعيشوا ببسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.